الو، مين؟ عبودة. ده رقم مين ده يا عبودة؟ صاحب الشغل فتح خاصية التجوال. وانت عامل ايه دلوقتي يا عبودة؟ تعبان اخر تعب يا هدى، من ساعة ما وصلت هنا وانا في شقة واترميت في الشغل على طول، وسكنوني في مكان صحراء مفيهوش نقطة مية، ما بشوفش بني ادمين هنا خالص يا هدى، والحياة هنا صعبة، الحياة صحراء ملط يا هدى. هدى حبيبتي انا هسيبك بقى دلوقتي علشان الميز وصل اهون، والحق بقى اكل قبل ما يخلصوا الاكل. ها سلام. بقول لك يا هدى، هدى استني، بقول لك يا هدى اوعي تدي الرقم ده لحد، ها لحسن الرقم ده بتاع صاحب الشغل وانا بتكلم من وراه. يلا سلام بقى. ايه يا عم، انا جسمي اتقور من كتر الضرب. واحده واحده، الله يخرب بيت المشاس وعلى سنينه، ما انا ما بدفعش شويه. لا بشويش، واحده واحده، ده دولارات يا ابني. ايوه كده، ياه ده كان جسم الواحد الرطوبه واكليه. هو ده يعني الاستنتاجات ده طلعت في محلها يا منير. بس واضح كده يا فندم ان حسام ده ملوش دعوه بالجريمه خالص، هو نقدر نقول عليه ان هو شاب مستهتر وبس. بس برضه في حلقه مفقوده يا منير. لو افترضنا ان حسام ادى المرتضى الفلوس، مدكور خد خبر لان حسام اداله الفلوس، مدكور طلبها من مرتضى، مرتضى رفض، فمدكور كلف مدير مكتبه اللي اسمه صبري بانه يقتله، وده الاحتمال الاكبر يا فندم. طيب ورزمه الدولارات اللي لقيناها جنب الجثه، وكلام البودي جارد بان كان في اتفاق، فاضل تكايه واحده يا منير، تكايه واحده، ونعرف هما ليه اتقابلوا الليله دي وفي المكان ده تحديدا. تمام يا فندم، دي سعادتك المعلومات عن اصحاب العربيات اللي كانت بتتابع عبودة. ايوه، عزمي مكرم ورفيق صدقي. اخويا منير، تجيب لي بيانات وملفات الاثنين دول في اسرع وقت، واعرف لي ايه حكايته. تحت امرك يا فندم. وعبود اخباره ايه يا عبوف؟ ما ظهرش لحد دلوقتي يا فندم. الواد راح فين بس؟ Thank you.
قايل لك يا رفيق خلي عينك عليه، ما يغيبش عن عينك ثانيه واحده. يا صبري بقى ما اتحركتش من مكاني. مكانك ده ايه؟ معقول معقول يكون طول الفتره دي قاعد في بيتهم؟ ممكن يا صبري بيه، على العموم انا سايب واحد في المنطقه هيبلغني لو ظهر. ماشي اتفضل على شغلك وبلغني اول ما يظهر. امرك يا صبري بيه. استاذ صبري مذكور بيه عايز حضرتك. طب انا جاي لحالا. اصلا انا ناقص مقالات يا استاذ صبري. شعب المعاناه وطمع الغزاه. المقاله كلها مكتوبه عليا، ده كان فاضل يكتب اسمي كمان. مش ده الواد الصحفي اللي كان حاول يدخل المصنع اكتر من مره؟ هو فندم اسمه فاروق طلبه. بيحاول انه يقلب الدنيا عليا يا صبري. بيفتح ملفات قديمة، ملفات قديمة كنت قفلتها من زمان ونسيتها. أمرني سعادتك يا باشا، تحب سعادتك نخلص منه؟ لا 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 يا صبري لا، أنا مش عايز وجع دماغ. شوف عايز كم وديله. احنا حاولنا يا باشا وفشلنا، عمل فيها شريف. أوه يا صبري اتصرف بس أرجوك من غير شرشارة. اطمن سعادتك أنا هتصرف ومن غير اي نقطة دم. دلوقتي بقى زود الدعاية على المصنع عشان تغطي على اللي كاتبه الزفت الصحفي ده. خلاص يا باشا. قولي اخبار واد السواق اللي اسمه عبودة ده ايه؟ الحقيقة يا فندم هو مختفي بقى له يومين، بس اكيد هيظهر. هيروح فين يعني؟ انا قلت لك قبل كده يا صبري الواد ده مش سهل. الو الو، ايوه خالي. ازيك خالي عامل ايه؟ انا الحمد لله كويس. لا ما تقلقش انا بطمن عليك بس يا خالي. انا وصلت الخليج واستقريت الحمد لله. الله يخليك يا رب يا خالي. بقول لك يا خالي انا عايزك خالي تاخد بالك من نفسك قوي، وتاخد بالك من امي ومن اخواتي، وخلي بالك من هدى قوي يا خالي. بص يا خالي اي فلوس انت عايزها انا هبعتها لك. ايه بتقول ايه؟ سامع دوشه قوي عندي؟ يا خالي ما اصل انا واقف جنب الخليج على طول. طيب مش عايز اي حاجه، مع السلامه. خالي خالي والنبي خالي الرقم ده ما تدوش لاي حد، ها؟ اصله يعني بتاع صاحب الشغل يعني، وانا بتكلم من وراه. ماشي يا ابو رمضان يا ابو صيام يا جميل، مع الف سلامه يا خالي. سلام عليكم. انا ايوه انت. انا ايوه بتعمل عماين والله. فينك يا سيدة تشوف؟